العاشرة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، مجزون لأهم الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. وكان اللقاء بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد قد شهد سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. يعقد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، وذلك في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم. استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأشقاء الليبيين، شارك عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية. كما قامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة، وذلك للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم. كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري خلال عام 2024 معدل نمو بنسبة 4%. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة على هامش فعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة بنيويورك، حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصادا إنتاجيا يحظى بمزايا تنافسية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت منزلين داخل المخيم وقصفتهما بعدة صواريخ ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين. دعت روسيا أذربيجان وأرمينيا إلى وقف إراقة الدماء في ناغورنو كاراباخ والعودة إلى التسوية السلمية في هذا الجزء المتنازع عليه منذ عقود. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا إن بلادها تدعو إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية السلمية، مؤكدة أن كل مراحل الحل السلمي منصوص عليها في الاتفاقات الموقعة في 2020 و2022. ومشاهدينا إلى هنا انتهى موجزنا، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، ونعود للزميل رامي لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. إليك رامي.